الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه. في اللقاء السابق تكلمنا على أن للقياس أشكال أربعة، وقلنا أن الشكل الأول هو ما كان فيه الحد الأوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، وقلنا أن الشكل الثاني هو ما كان فيه الحد الأوسط محمولا في المقدمتين أي الصغرى والكبرى، وقلنا أن الشكل الثالث هو ما كان الحد الأوسط فيه موضوعا في الصغرى والكبرى، وقلنا أن الشكل الرابع عكس الشكل الأول لأن الحد الأوسط موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى. الحمد لله، اليوم بعد أن فرغنا من أضرب الشكل الرابع الشكل الأول بعد أن فرغنا من أضرب الشكل الأول ودي بشرى، فبدأنا وقلنا فرغنا من الشكل الرابع إن شاء الله نفرغ منه إن شاء الله. بعد أن فرغنا من أضرب الشكل الأول نتكلم اليوم عن أضرب الشكل الثاني. الشكل الثاني قلنا أنه نكتب هنا ما كان الحد الأوسط فيه محمولا في الصغرى والكبرى. لا بد أن نكون واعين لمثل هذا الأمر حتى إذا جئنا بمثال يكون كما هو المراد. لذلك نقول هل هذا الشكل كل أضربه منتجة أم أن بعض الأضرب منتجة والبعض الآخر عقيم؟ بعض أضرب هذا الشكل منتجة والبعض الآخر عقيم. ينتج كم ضرب من الضروب؟ هذا الشكل ينتج أربعة ضروب، ينتج أربعة ضروب، يعني ضروبه المنتجة أربعة، ضروبه المنتجة إنما هو يعني الشكل ده ليه أكتر من ضرب، ليه أكتر من من ضرب، يعني أكثر من الأربعة ضروب، أكثر من أربعة ضروب، بس المنتج منه أربعة ضروب. وقلنا قبل ذلك أن نتكلم في هذا الكتاب أو في الشرح بطريقة التحصيل، بطريقة لأنها أوجز، وقد التزمنا في هذا الكتاب الإيجاز، وقلنا أن طريقة التحصيل هي أن نذكر الضروب المنتجة، ويعلم من تحصيل الضروب المنتجة الضروب العقيمة، أي ما عكس المنتج عقيم، ما عكس المنتج ما كان عكس المنتج فهو عقيم. خلاص؟ طيب تعالوا كده نشوف ما هو شرط إنتاج ضروب هذا الشكل. يقول الدمنهوري رحمه الله في الصفحة الرابعة بعد المئة، يقول ويشترط لإنتاج الشكل الثاني من أشكال القياس شرطان: أن تختلف المقدمتان في الكيف بأن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة، والشرط الثاني أن تكون الكبرى كلية، فالكبرى إن كانت موجبة فالصغرى سالبة كلية أو جزئية، وإن كانت سالبة فالصغرى موجبة كلية أو جزئية، والحاصل من ضرب حالتي الكبرى في حالتي الصغرى أربعة ضروب، وهي المنتجة من هذا الشكل كالشكل الذي قبله. أنا أريد أن أفهم ما قرأت لنا، أقول لك حتى نفهم ما قرأته لكم. أولا تعالى لنكتب سطرا سطرا شرطا شرطا. يقول الأول أن تختلف المقدمتان في
الكيف صح بأن تكون إحداهما والأخرى سالمة، وأن تكون الكبرى كلية. برضك الكبرى كلية ممكن تكون سالبة أو إيه أو موجودة. يبقى أنا عندي زي ما كتبت المرة السابقة وصغرى وكبرى. صغرى وإيه؟ الكبرى عندي بيشترط فيها أنها تكون إيه؟ كلية صح؟ إذن من يشاهدني يرى أني وضعت الشرط كما شرطه الشيخ. الشرط الثاني أن تكون القضية الكبرى إيه؟ كلية. كلية سواء موجبة أو سالبة. طب لماذا قلت هذا؟ لأنه قال كلية وعمم صح؟ ولم يقل كلية موجبة وفقط أو كلية سالبة وفقط، بل قال كلية. فعلم من التعميم أن الكلية تشمل الموجبة والإيه؟ والسالبة. يبقى إذا أطلقت شملت الموجبة والإيه؟ والسالبة. ولو أراد أن يقيده لقيد، لكنه لم يقيد، فإذا أصبح الشرط أن تكون الكبرى كلية موجبة أو سالبة. الشرط الآخر هو اختلاف القضيتين في الكيف، أي في الإيجاب والسلب، أي في الإيه؟ في الإيجاب والسلب. تعال معي لنرى، هذه كلية موجبة تنتج معي كلية موجبة مع إيه؟ مع كلية موجبة. أيضا ممكن يكون معي كلية موجبة مع كلية سالبة. اللي أنا كتبته ده صح ولا غلط؟ غلط. يبقى فوق كلية سالبة مع وكلية موجبة مع كلية إيه؟ سالبة. طيب تعال معي نكتب برضك هنا كلية موجبة وكلية سالبة. يبقى جزئية سالبة مع كلية موجبة صح، وجزئية موجبة مع كلية سالبة. لو نظرنا لوجدنا فعلا أن هذان الشرطان بأن هذين الشرطين ما لهما تحقق وأنتج أربعة ضروب. أربعة إيه؟ ضروب. عندما طبقنا الشرط الأول والشرط الثاني أصبح عندي من الضروب أربعة، وهي الضروب التي تنتج. قلت لكم وأن النتيجة تتبع أخس الإيه؟ تتبع أخس القضية، يعني تخرج بالخسة. تخرج بالإيه؟ بالخسة. طيب نيجي نطبق مع الشيخ كده. أنتم فهمتم لأني سوف أتكلم وأكتب ما يقوله الشيخ وفقط حتى نفهم الكتاب، فلا يكن كتابنا كتابا فوق الكتاب، يعني فلا يكن شرحنا كتابا فوق الكتاب، ولكن ليكن موضحا لكلام الشيخ. طيب بعد أن وضحنا الشرط، بعد أن وضحنا الشرط الأول والشرط الثاني، تعال معي لنتكلم عن الضرب الأول. كليتان والكبرى سالبة. خلي بالك ها أمير يا رقيب يا زين العباد، كليتان ها والإيه ها والإيه
والكبرى ولا الصغرى؟ الكبرى. والكبرى سليم. يعني كلية هنا وكلية هنا، فركز. والكبرى سالبة يبقى حطيناها سالب. الشرط بتاع ايه؟ اختلاف القضيتين في الايه؟ في الكيف، صح؟ فدي تبقى ايه؟ موجبة. يبقى كلية موجبة مع كلية ايه؟ سالبة. كلية موجبة مع كلية سالبة. يقول رحمه الله: كقولنا كل إنسان حيوان. أهو هذه القضية الأولى، كل إنسان حيوان، دي قضية كلية موجبة. ثم بعد ذلك قال: ولا شيء من الحجر والحيوان. لا شيء ده السور بتاع الكلية السالبة. من الحجر بحيوان، يعني نريد أن نتأكد أن هذا الضرب من ضروب الشكل الثاني. نتأكد من خلال حيوان هنا محمول وحيوان هنا إيه؟ محمول. إذن هذا من ضروب الشكل الثاني. طيب الحمد لله، بدأ أول شيء وأنا أنشئ قضية منطقية ويكون فيها قياس، أتأكد من أي أشكال القياس هي ومن أي الضروب هي. ليه؟ خلي بالك، لأن لو لم تكن من الضروب المنتجة لكانت من الضروب العقيمة، والضرب العقيم لا تأتي النتيجة فيه صادقة على الدوام، بل قد تصدق أحيانا وتكذب أحيانا إيه؟ أخرى. كل إنسان حيوان، لا شيء من الحجر بحيوان. فهنا كل بعد إيه؟ لا شيء، تنزل النتيجة تتبع الخسة. هتبقى إيه النتيجة؟ لا شيء من إيه يا أولاد؟ من الإنسان بحجر. يبقى عندي زي ما قال الشيخ: لا شيء من، ونزل الإنسان بحجر، لإني حذفت الحد الأوسط فأنتهت عندي هذا. هذا هو الشكل الأول. نريد للشكل الأول كما مثلت لنا يا شيخنا، نريد له مثالا آخر. حاضر. طيب زي ايه؟ اقول لكم، ها يلا اكتبوا خلفي. كل مصري افريقي، كل مصري زي كل ماليزي. الله اكبر، انت زعلان ان كل مصري افريقي؟ هو ما ينفعش ما يبقاش افريقي الا اذا كان معه الجنسيه الايه؟ الماليزية. فيكون كل مصري برضو افريقي. واسيوي ان كان معه جنسية ايه؟ ماليزية او جنسية اسيوي، وهكذا. شو ما تزعلش بس. فكل مصري افريقي. وبعد كده اقول ايه؟ لا واحد من الامريكي بإفريقي، صح؟ عندي إفريقي تحذف مع إفريقي، ونزل عندي إيه هنا؟ ها؟ لا واحد من المصري بأمريكي، صح؟ يبقى كده ما فيش واحد مصري يبقى أمريكي، ولا أمريكي يبقى مصري، خلاص؟ لا واحد من المصري بايه؟ بأمريكي. خلي بالك، هو الشكل ده أنتج معايا ايه؟ أنتج معايا كلية سالبة. الضرب ده، الضرب الأول من الشكل الثاني أنتج كلية ايه؟ سالبة.
جميل، يبقى لازم انا اركز كده ابقى عارف كليه مجاوره مع كليه سالمه بتعطي كليه سالمه. ابدا بعد ذلك انا اريد ان اتاكد ان نبره الصوت الهادئه تخرج عبر التسجيل، تخرج. طيب الحمد لله، لاني انا اليوم لا اتكلم بحيويه ونشاط زائد. طيب بعد ذلك يقول الشيخ رحمه الله، يقول الضرب الثاني: كليتان والكبرى موجبة. خلي بالك، كليتان يبقى كاف وكاف، كبرى موجبة يعني الصغرى سالبة. يعني الصغرى ايه؟ الاول كانت الكبرى سالبة، هنا الكبرى بقت ايه؟ لا، كليتان والايه؟ والكبرى موجب، صح؟ اللي فات كانت كبرى سالب، المرض الكبرى ايه؟ موجب. كليه سالبه، كليه موجبه. يضرب لذلك مثالا ويقول: فقولنا لا شيء من الحير الحيوان، لا شيء من الحجر الحيوان، دي كليه السالبه. ثم يقول: وكل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان. يبقى هنا هتطلع النتيجة ايه؟ لا شيء من الحجر، لا شيء من الحجر بإنسان، لا شيء من الحجر بإيه؟ بإنسان. هذا هو الضرب الثاني، وهذا مثاله أيضا. طيب أخرج عندي إيه يا أولاد؟ ها؟ أخرج عندي مرضى كلية إيه؟ كلية سالمة. جميل جدا. طيب ممكن تعطينا مثال آخر؟ نعم، نعطي مثال آخر. زي إيه كده؟ زي مرضك، هنيجي بالمثال بتاعنا بتاع المرة اللي فاتت. نقول ها؟ لا واحد من الأمريكي الإفريقي كل مصري إفريقي، ولازم كل مصري إفريقي عشان خاطر إحنا بنقول المحمول هو الحد الأوسط، هو الحد الأوسط. طيب تطلع النتيجة ايه بقى؟ لا واحد من الامريكي بمصري، لا واحد من الامريكي ايه؟ بمصري. طيب جميل جدا، نبدأ بقى ندخل على الضرب الثالث، حيث قال المصنف رحمه الله: الضرب الثالث موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى. يعني عندي هنا الصغرى هتبقى جيم ميم يعني جزئية موجبة، والكبرى هتبقى كلية سالبة. خلي بالكم لان الشرط عندي ها اختلاف الكيف وكلية الكبرى، فلازم يكون عندي الكلية ايه. فهنا لما يبقى عندي الجزئية موجبة الكلية هتبقى سالبة. طيب اعطيني مثال. حاضر، فيقول عندي هنا الشيخ رحمه الله كقولنا: بعض الإنسان حيوان،
وبعد كده يروح قايل لي لا شيء من الحجر بحيوان. ركزوا، انا عندي خستين في القضيه، ايه هما؟ صح، بعض ايه ولا شيء. تطلع النتيجه ايه؟ خلي بالك جزئيه سالبه. فما يجيش امير يقولي لا شيء، اقول له لا غلط، عايزها جزئية سالبة. جزئية ايه؟ سالبة. يبقى هجيب بعض ليس او ليس بعض. بعض ليس، يبقى هنزل بعض كده قبل، واروح منزل الانسان، صح؟ بعض الانسان واروح حاطط ليس. ليس بحجر. ليس بايه؟ حجر. بحجر او بحاجه بين. طيب قول لي، وبعد كده في ايه تاني؟ اديني مثال اخر. او الحاضر، زي ما اقول لك، ها زيكم كده ما شاء الله، خد تبلاه. بعض الطلاب فاهم. بعض الطلاب فاهم، ويجي يقول لي هنا لا واحد من النائم بفاهم. بلعت ريقي بالخطأ. الحمد لله. ايوه، الكحة في هذا الزمن اصبحت مثيرة للقلق. بعض الطلاب فاهم، لا واحد من النائم بفاهم. فهنا هنزل بعض، صح؟ بعض الطلاب، ها ماله؟ ليس براجل. ليس بايه؟ بنائم. اذا كان فاهم هو اللي هيتحزب يا امير. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ان الذين امنوا فضيلة الشيخ بعد كده بيكلمنا في الضرب الرابع من الضروب، مش عارف الرابع دلوقتي؟ ها؟ طيب، قال سالبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى. لأن أنا اشترطت إيه؟ الإيجاب والسلب، يكون في اختلاف. لو اللي تحت كلية موجبة، يعني لو الكبرى كلية موجبة هتبقى الصغرى جزئية سالبة. ألقى قولنا بعض الحجر ليس بحيوان، وقبلها الناحية الثانية كل إنسان حيوان هتبقى بعض الحجر ليس بإنسان. بعض الحجر ليس بإنسان. اعطيني مثال ايضا. اقول لك حاضر، زي ما اقول لك بعض المصريين
ليس بمتعلم. بعض المصريين ليس ايه متعلم. واقول لك كل مهندس متعلم. تطلع النتيجه ايه؟ بعض المصريين ها برافو ليس بمهندس. بعض المصريين ليس ايه بمهندس. وعلى هذا فقس في سائر الضروب التي الاربعه في سائر الضروب الايه يعني ائتي بامثله منك مع نفسك وكرر كرر الأمثلة وضع قياسات حتى تستطيع أنت بعد ذلك أن يعني تصنع القياسات في المناقشات والمناظرات العلمية وتكون قياساتك منتجة. طيب يأتي بعد ذلك ويكلمنا فضيلة الشيخ فيقول فالنتيجة في هذين الضربين سالبة جزئية. صح؟ خلي بالك الشكل ده لا ينتج إلا السوالب. الشكل ده ينتج إلا إيه؟ السوالب. سواء كانت جزئية ركز معايا يا أمير بالله عليك. الشكل ده الشكل الثاني لا ينتج إلا السالب سواء جزئي أو كلي. لأن الضربين الأولانيين أنتجا ها كلية سالبة. صح؟ والضرب الثالث والرابع أنتج إيه؟ جزئية سالبة. جزئية إيه؟ سالبة. يبقى الشكل الثاني لا ينتج إلا السوالب سواء كانت جزئية أم كلية. ثاني ولا خلاص فهمنا؟ فهمنا والحمد لله. طيب حبيبي نبدأ ان احنا نتكلم تاني ونقول يقول فقد أنتج في الصفحة الخامسة بعد المئة فقد أنتج هذا الشكل السلب فقط كليا في الضربين الأولين وجزئيا في الآخرين. وجزئيا إيه؟ يعني الأول والثاني كلية سالبة وفي الثالث والرابع كلية إيه؟ لا جزئية سالبة. جزئية إيه؟ سالبة. يقول رحمه الله ويشترط لإنتاج الشكل الثالث شرطا أن تكون الصغرى موجبة. خلي بالك أن تكون الصغرى موجبة يعني ما عنديش غير إيه كلية موجبة وإيه تاني جزئية موجبة. صح؟ طيب وأن تكون إحدى المقدمتين كلية. خص وأن تكون إحدى المقدمتين إيه كلية. ركز معايا يا أمير أنت ورقيب ونعيم العباد. يبقى الأولانية موجبة خلاص عملناها. إحدى المقدمتين إيه كلية. صح؟ لو دي كلية موجبة ركز معايا هتبقى دي إيه ها كلية ايه سالبة. كلية سالبة. سالبة. طيب برضو لو كلية موجبة هتبقى ايه ها جزئية موجبة. صح ولا لا؟ طيب ما انا عايز اوصل لحاجة نعملها مع بعض نقولها مع بعض ماشي. طيب بيقول لك ايه احدى القضيتين ها ان تكون احدى المقدمتين كلية يعني على الاقل ولو كلية موجبة فكلية سالبة. لو كلية موجبة جزئية ايه ها موجبة. طيب
لو كلية موجبة هتبقى ايه؟ موجبة كلية موجبة جزئية سالبة. نقرأ كده مع بعض. الثانية أن تكون إحدى المقدمتين كلية، فالصغرى إن كانت كلية أنتيت مع الكبرى بأحوالها الأربع، والصغرى إن كانت جزئية أنتجت مع الكلية الموجبة وسلم، مع الكلية الموجبة إيه وسلم. وعايز أقول لك طيب، والجزئية الموجبة هتنتج مع إيه؟ مع الكلية الموجبة. والجزئية الموجبة هتنتج مع كلية السالبة. ايه ده؟ وفي ايه؟ وكم ضرب دلوقتي؟ ادي واحد، ادي اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، صح؟ طب اللي جاي بعد كده ايه؟ كلية ايه اللي ناقصنا؟ احنا خدنا ايه هنا في الشكل الثالث؟ يلا يا شباب وروني كده. قلنا كلية موجبة مع كلية سالبة. طيب ما انت ناسي حاجة يا فضيلة الشيخ. ايه هي؟ كلية موجبة. كلية موجبة وكلية موجبة. ايوه كده، كلية موجبة. ايه؟ برافو، بارك الله فيك يا امير. كلية موجبة مع ايه؟ مع كلية موجبة. هي دي اللي انت ما جبتهاش. انا قلت يا امير قول لها رقيب، صح؟ بارك الله فيك يا رقيب. زي ما ده قال بارك الله فيك يا زين. انا مش سامع حاجة خالص. اللهم لك الحمد. يا شباب يعني تعالوا نضرب أمثلة من خلال كلام سيدنا الشيخ، ونمسك كلام سيدنا الشيخ وإيه ونشتغل عليه هو. يعني مش إحنا خدنا الشرط وفهمناه، خدنا الشرط إيه؟ الشرط الأول والشرط الثاني وفهمناهم، وبناء على كده إيه نفذنا. بص، حطيت الجزئية على جنب كده وبدأت أطبق، وبدأت إيه جزئية والكلية ماشي، وطبقت اللي طلبه الشيخ، طبقت اللي طلبه الإيه الشيخ. امسح عشان ابدا اتكلم واضرب بالمثال. الشكل الثالث، يقول الشيخ رحمه الله: فالحاصل ستة أضرب، وهي المنتجة من هذا الشكل: كليتان موجبتان. كلية موجبة، ها؟ كلية. ففي واحد يقول عمال يتكلم سيدنا الشيخ عن الشكل الثالث، صح؟ طب هو الشكل الثالث ايه هو؟ ما كان الحد الاوسط فيه موضوعا في المقدمتين. موضوعا فين؟ في المقدمتين. فهنا بيقول الشيخ ايه بقى؟ كل انسان حيوان، كل انسان حيوان، وبعد كده كل إنسان ناطق. لو تبص كده هتلاقي إنسان هنا موضوع وإنسان هنا موضوع، يبقى ده الشكل الثالث. إيه ده؟ أيوة كده، عشان خاطر مش كل شوية. أعوذ بالله من الشيطان. كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق. كل انسان حيوان هنا هشطب على انسان واشطب على انسان، فانتج ايه؟ ها؟ بعض الحيوان ناطق.
أنا عايزك تقول لي كل زي ما أنا راح أكتب كده كل. فعشان لما أكتب كل وتلاقي أنت النتيجة بعض تقول إيه ده؟ ما اتفقناش على كده. الشيخ قال إنها بتتبع أخس القضيتين وهنا لا توجد خسة، فلا بد أن تكون النتيجة كلية، وإلا سوف أقوم بتكسير المكان رأسا على عقب. لا اهدأ، هنا السور لم يدخل على الحد الأصغر ولكن دخل على الحد الايه؟ الأوسط. فقلت لكم في المرة السابقة إذا دخل إذا لم يدخل السور على الحد الأصغر، ها؟ إذا لم يدخل السور على الحد الأصغر تكون النتيجة ها جزئية، تكون النتيجة إيه؟ فما تقوليش كل، تقولي بعضه. بعضه إيه؟ بعض الحيوان ها؟ بعض الحيوان إيه؟ عرفت هنا لماذا دخلت؟ لماذا كانت القضية جزئية؟ أي النتيجة جزئية. لماذا؟ لأن السورة لم يدخل على الحد الأصغر بل دخل على الحد الإيه؟ الأوسط. دي مثال. حاضر. كل برتقالة مالها؟ فاكهة. فيروح جاي أمير إيه؟ ها؟ كل برتقالة لا عصيرها مفيد. الله يبقى الحد الأوسط اتحذف بقى عندي ايه؟ كل. اوعى تنزل كل، ها؟ هتبقى ايه؟ بعض عصيرها ايوه صح، برافو عليك. مفيد ومنعش. بعض الفاكهة عصيرها ايه؟ ومنعش. مفيد ومنعش عندك. الحمد لله الحمد لله. طيب يا شباب تعالى يعني للضرب الثاني من الأضرب الستة لهذا الشكل. ايه هو؟ قال لك كلية موجبة مع كلية ايه؟ سالبة. بس نشوف الشيخ ذكره هو الأول ولا لا. لا خليك معايا. الضرب الثاني موجبتان والكبرى كلية. يعني ايه؟ يعني الصغرى ايه؟ جزئية. موجبتان والكبرى كلية. يبقى الصغرى جزئية. اديني مثال. حاضر. بعض الإنسان حيوان وكل إنسان ناطق. أيوة كده بدأت تسلك اهي. بعض الإنسان حيوان كل إنسان ناطق. خلي بالك هنركز. اللي فاتت كانت جزئية ايه؟ نتيجة اللي فاتت، نتيجة الضرب الأول كان جزئية ايه؟ موجبة. ماشي؟ نتيجة الضرب اللي فات كان جزئية موجبة. عشان نشوف الضرب ده ايه تطلع نتيجته ايه؟ بيقول هنا اهو هتبقى بعض ها؟ الحيوان ناطق. بعض الحيوان ايه؟ ناطق. في امر معين يا رقيب يشدك؟ انت تريد ان تفهم امر ما؟ صغرى كلية. يقول هنا الضرب الثاني موجبتان والكبرى كلية. يعني الصغرى تبقى ايه؟ هو نص على احداهما لتفهم ان الاخرى تخالفها. لتفهم ان الاخرى ايه؟
تخالف. طيب اديني مثال من عندك انت شغال برتقال، لا النهارده مش برتقال، النهارده برتقال وقمح. فهنا يقول لي ايه الجزئيه المجابه مع الكليه المجابه؟ ها زي بعض المعدن فضه، كل معدن ها موصل للحرارة فتبقى بعض الفضة موصل ها للحرارة، بعض الفضة موصل للإيه؟ حرارة للحرارة. نأتي بعد ذلك للضرب الثالث. الشيخ يقول والضرب الثالث موجبتان والصغرى كلية، يعني الصغرى هي اللي هتبقى كلية. طيب موجبة، طيب لما الصغرى كلية موجبة يبقى الصغرى جزئية ايه؟ موجبة. طيب عندي كلية موجبة مع جزئية موجبة زي ايه؟ هنشوف الشيخ قايل ايه، مش احنا اللي هنقول. فبيقول زي موجبتان والصغرى كلية زي كل إنسان حيوان، كل إنسان ها حيوان. بعد كده ها بعض الإنسان ها ناطق، فهنا النتيجة بتتبع الأخس فهتبقى جزئية. بعض الحيوان ناطق. يبقى الضرب الثالث أنتج إيه برضاك؟ جزئية موجبة. يبقى الضرب الثالث في الثلاث أضرب الشكل الثالث في الثلاثة أضرب الأولى ها أنتج جزئية موجبة. طب الضرب الرابع بيقول فيه إيه سيدنا الشيخ؟ لا أنت عودتنا كل ما نيجي عند الضرب تدينا مثال من عندك، صح كده؟ نعم. قضية بعض الإنسان ناطق، بعض الإنسان ناطق هل صادقة؟ أليس كل بعض الإنسان ناطق بالفعل؟ بعض الإنسان ناطق بإيه؟ يعني هو كل نعطيكم مثال آخر لكلية موجبة وجزئية موجبة. فلما نقول ها كل عالم مثقف، وبعد كده بعض العالم ورع، بعض العالم ايه؟ ورع 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 يعني عنده ورع من الورع الذي هو الزهد والتقوى. فهنا بعض يبقى النتيجة بتتبع الأخس، بعض ايه؟ بعض ما احنا هنشطب العالم المثقف، بعض المثقف ورع ورع، بعض المثقف ايه؟ ورع. نأتي بعد ذلك للضرب الرابع
من أضرب الشكل الثالث. يقول رحمه الله: كليتان والكبرى سالبة والنتيجة سالبة. والنتيجة إيه؟ سالبة. يقول لك كليتان والكبرى سالبة والنتيجة سالبة. يا رب اللي فهم معايا الضرب الأول يفهم الضرب الرابع. فبيقول لك هنا كليتان والكبرى إيه؟ يبقى أنا عندي القضية الصغرى موجبة، كلية موجبة، والكبرى كلية إيه؟ سالب. اديني مثال. حاضر، هو اللي هيقول مش أنا. بيقول كقولنا كل إنسان حيوان، يبقى كل إنسان ها حيوان. وبعد كده يقول ولا شيء من الإنسان بحجر. ماشي. كل إنسان حيوان، لا شيء من إنسان حيوان. ماشي. النتيجة تبقى إيه؟ سالبة إيه؟ ليس بعض. سالبة كلية زي العباد؟ بعض. طب ليه؟ ليه بعض؟ ليه هقول بعض ليس؟ سور كلية. لأن السور لم يدخل على الحد الإيه؟ الأصغر. ماشي؟ ولكن دخل على الحد الإيه؟ الأوسط. فتبقى سالبة جزئيا. فهنقول بعض الحيوان ليس بحجر. بعض الحيوان ليس بحجر. طيب زي ايه عندي لما اقول لك كل قمح نبات لا شيء من القمح بفاكهة. لا واحد حلها رقيق. هننزل هنا سور ايه؟ سور الجزئية الايه؟ جزئية السالبة. فاقول ايه؟ ها؟ لا ايوه القمح يتلغي يحذف. ها؟ بعض النبات ليس بفاكهة. بعض النبات ليس بفاكهة. يا سيدي. نعم. نتيجة في ضرب في مثال أول. مثال أول. هل صادقة؟ ليس إيه؟ هل صادقة؟ هل بعض الحيوان ليس بحجر؟ وهل رأيت إنسان أو قطة أو بطة حجر؟ يعني حبيبي. كل حيوان ليس بحجر. لا ما هو لا كل الحيوان ليس بحجر وبعض الحيوان ليس إيه؟ يعني كل الفصل ليس بغبي. إذا كان كل الفصل مش غبي يبقى بعض الفصل مش غبي. فهمتني؟ الفصل مكون من 3 أشخاص كلهم ذكي فيكون بعضهم ذكي. لو قلت كلكم أذكياء يبقى زين العباد لوحده ذكي، ورقيب لوحده ذكي، وامير لوحده ذكي. فكل ما يندرج تحت جنس الحيوان ليس بحجر. فالانسان ليس بحجر، والبط ليس، والاوز بتحب الاوز ليه؟ لماذا لا تحب الاوز؟ والاوز ليس بحجر. وكل ما يندرج تحت الحيوان ليس ايه؟ فاهمني؟ فإذا كان الكل ليس بحجر فيكون الجزء برضك ايه؟
ليس بحال. يعني إثبات البعض لا ينافي بعض الآخر. لا ما هو يعني أنا خصصت البعض وليس معنى ذلك أن الكل ليس إيه بحجر. يعني كثير من الناس لا لا يفكروا. أنا أقول لك محمد ليس بحجر فأنت تقول لي لماذا؟ أقول لك لأن محمد حيوان والحيوان ليس بحجر فيكون محمد ليه؟ لأنه بعض من الحيوان. فإذا كان كل الإنسان ليس بحجر كل الحيوان ليس بحجر فيكون بعض الحيوان ليس ايه؟ نعم وصل الإرسال. بوركتم. طيب نحن في الضرب الكام؟ الخامس. الخامس. صغرى موجبة جزئية وكبرى سالبة كلية. صغرى موجبة جزئية وكبرى سالبة كلية. يعني عايز اقول لك ان الصورة موجبة جزئية او جيم ميم والكبرى ايه سالبة كلية. فهنا سيدنا الشيخ يقول الضرب الخامس كقولنا بعض الإنسان حيوان ولا شيء من الإنسان بحي. بعض الإنسان حيوان لا شيء من الإنسان بحي. فهنا تنتج إيه؟ بعض ليس بعض إيه؟ ليس يبقى بعض الحيوان بعض الحيوان ها ليس بحجر. الضرب الخامس الضرب الايه الخامس. لو نظرت للضروب الثلاثة الأولى أنت جزئية موجبة صح والضرب الرابع والخامس أنت إيه جزئية سالب والسادس أيضا سينتج جزئية إيه سالب. ليه؟ قال لك موجبة جزئية. قبل ما أخش في الضرب السادس نعطي مثال آخر نزيل المعلومة نزيل إيه المعلومة. فبيقول جزئية موجبة وكلية سالبة زي إيه بعض المصريين متعلم لا واحد من المصريين بفرنسي أو بفرنسي تنتج عندي إيه بقى؟ المتعلمين. برافو. بعض المتعلم ليس بفرنسي. طيب بقي عندي الضرب الثالث يقول موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى. موجبة جزئية صغرى وسالبة جزئية كبرى. الطبيعي بتاعها انها تنتج جزئية سالبة ماشي. ها
فهنا يقول لك مثل كقولنا كل إنسان حيوان، هي كلية ولا إيه؟ أنا مش مركز، سامحوني. لأن لابد من الشرط كلية إحدى المقدمتين، هي كلية إيه؟ منجبة بالصورة. فيقول هنا كقولنا كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان، ثم بعد ذلك يقول بعض الإنسان ليس بحيوان. النتيجة تبقى ها بعض الحيوان ليس بحيوان، بعض الحيوان ليس ايه بحيوان. ودي مثالها عندنا هنا في الكلية الموجبة والجزئية السالبة، كل طالب محتاج إلى الكتب، دي كلية موجبة. كلية موجبة. طيب بعد كده ها ليس بعض الطلاب شافعيا. أيوة الروح ردت فيكم تعصب للشوافع. ليش يبقى ايه ها عايزة تبقى ايه جزئية سالبة، او ليس بعض، او ليه ليس بعض. عند هنا طالب مع طالب اتحدث صح كده، بقى عندي ليس بعض المحتاج الى الكتب الشافعيه. ليس بعض الشافعيه ليس بعض المحتاج للكتب ايه شافعيه. ماشي، يعني مش كل المحتاجين للكتب شافعية. لا، بعضهم شافعية وبعضهم احنا. والبعض الاخر من الكبر اخر حنابل. مش لازم الاول ما تلاقي الطلبة قدام المكتبة بيشتروا كتب كلهم شافعية، الله اكبر. لا يا حبيبي، ده بعضهم شافعية وبعضهم احناف وبعضهم ايه. يبقى ها ليس بعض المحتاج الى الكتب ايه شافعية. الله، كده خلصنا الايه الضرب الثالث. يقول فالنتيجة في هذه الاضرب الثلاثة سالبة جزئية. من خلال ما شفت كده عرفت ان الشكل ده لا ينتج الا الجزئيات فقط، سواء كانت ايه ها يبقى سواء كانت موجبة او ايه او سالبة، لانه انتج في الثلاثة الاولى جزئية موجبة وفي الثلاثة الأخيرة جزئية سالبة. وده اللي لخصه الشيخ في الصفحة السادسة بعد المئة في أولها، حيث قال فعلم أن هذا الشكل لا ينتج إلا الجزئية موجبة في الثلاثة الأول وسالبة في الثلاثة بعدها، وسالبة في الثلاثة بعدها. ثم تكلم شيخنا رحمه الله عن الشكل الرابع من أشكال القياس، فقال ويشترط لإمتاز الشكل الرابع شرط واحد، وهو عدم اجتماع الخستين إلا في صورة واحدة. يعني ما تلاقيش جزئية موجبة مع جزئية سالبة إلا في صورة إيه؟ واحدة. تعال مع بعضينا نشوف. فبيقول هنا هو والمراد بالخستين أي السلب والإيه والجزء، وعدم اجتماع الخستين صادق
بأربعة أضرب، ويزاد على ذلك الصورة المستثناة. الإيه؟ مستثناة. إيه هي؟ قال لك هي صورة واحدة، اللي هي الصورة الأخيرة الخامسة، اللي هي عندك الموجبة الجزئية الصغرى مع السالبة الكلية الإيه؟ الكبرى. فاجتمع عندي جزئي مع إيه؟ مع سالب. جزئي مع إيه؟ مع سالب. بيقول سيدنا الشيخ هنا: الضرب الأول كليتان موجبتان. أنا هنا بتكلم بالشكل الإيه؟ الرابع. وأول ضربة عندي كلية موجبة أمام كلية إيه؟ موجبة. إيه كلكم أهلاوية ولا في حد زملكاوي؟ ها؟ لا تشجعون الكرة؟ لأني أقول كلية موجبة أمام كلية موجبة، وكأنهما يلعبان الكرة أو يتباريان مع بعضهما البعض. هنا عندي كلية موجبة مع كلية موجبة، النتيجة هتكون إيه؟ مقدرش أقول. ده تقدر تقول، لأننا اتعلمنا مع بعض إن في الشكل الرابع ما كان. إيه هو الشكل الرابع؟ ما كان الحد الأوسط فيه موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى. فبرضه فأيضا هنا لن يدخل السور على الحد الأصغر، لن يدخل السور على الحد الإيه؟ فينتج جزئية موجبة، فينتج جزئية إيه؟ موجبة. فضرب مثال اللي احنا متعودين عليه دايما، فقال كليتان موجبتان، كل إنسان ها حيوان، وبعد كده بعض الإنسان، لا هتبقى كل إنسان ها ناطق، كل إنسان إيه ها؟ لما يبقى عندي كل إنسان حيوان وكل، ما احنا قلنا موضوعا في الإيه؟ في الصغرى محمولا في الكبرى، يبقى كل ناطق إيه؟ إنسان. فهنا أحذف إنسان هنا اللي هو الإيه ها؟ المتكرر. فيخرج عندي ها بعض الحيوان ناطق، بعض الحيوان ايه ناطق، ودي نتيجة صادقة. نتيجة ايه؟ صادقة. ماشي. طيب يعطيني مثال على الشكل الرابع من اشكال القياس. أقول لك عندما يكون معي كليتان موجبتان، نضرب مثلا نقول كل نبات نال وكل شجر نبات، فهنا هبقى عندي القضية جزئية ايه؟ موجبة، هتبقى بعض ايه؟ بعض النمي ايه؟ شجر، صح؟ ان حيوان بعض النمي شجر، بعض النمي ايه؟ شجر. يبقى كل نبات نامي وكل شجر نبات، يبقى بعض النامي شجر، بعض النامي ايه؟ شجر. يقول الشيخ رحمه الله بعد ذلك في الضرب الرابع، في الضرب الثاني من الشكل الرابع: موجبتان والصغرى كلية. الصغرى كلية يعني كلية موجبة. طيب والتانية هتبقى جزئية ايه؟ ها؟ موجبة. زي ايه مولانا؟ فراح مولانا قال كقولنا كل انسان حيوان. طيب وبعد كده
وأنا أقول لك بعض الناطق إنسان، فهنا النتيجة هتبقى بعض صح؟ الضرب الشكل الضرب الأول أنتج جزئية موجبة صح؟ والضرب الثاني ينتج جزئية موجبة أيضا. بعض نحذف الإنسان يبقى بعض الحيوان ها ناطق، بعض الحيوان إيه ناطق اللي هو الإنسان. يجي يقول لك بعد ذلك يبقى النتيجة هنا في الضربين الأولين، هو قال كده، فالنتيجة في هذين الضربين موجبة جزئية. موجبة إيه؟ جزئية. طب لو كليتان والكبرى موجبة، كليتان والكبرى موجبة، يعني الكبرى يبقى دي كلية سالبة والكبرى كلية ايه موجبة. اديني مثال يا سيدنا. قال لك كقولنا لا شيء من الإنسان بحجر، وبعد كده اكتب كل ناطق إنسان، الصور لم يدخل على على الحد الايه الأصغر. فهنا هقول ها في الضرب الثالث ليس بعض الشيخ يقول فينتج لا شيء من الحجر بنافق. لا شيء من الحجر بإيه؟ بنافق. بنتكلم على كلية سالبة مع كلية موجبة. طيب يأتي بعد ذلك ويقول نضرب مثال تاني، لا شيء من المعدن بسائل، كل نحاس معدن هتبقى لا شيء من السائل نحاس. لا شيء من السائل نحاس. طب نأتي بعد ذلك للضرب الرابع، وهذا الشكل ينتج خمسة ضروب. الضرب الرابع بيقول فيه كليتان والكبرى سالبة صح كده؟ مش انا ضربت اتكلمت عن الرابع صح؟ يبقى فاضل الايه؟ الخامس. الضرب الخامس موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى. الموجبة الجزئية الصغرى، يعني الجزئية هنا موجبة والكلية هنا تبقى سالبة. ايه المثال بتاعهم اللي ضربه الشيخ؟ يقول الدمنهوري رحمه الله كقولنا بعض الإنسان حيوان، لا شيء من الحجر بإنسان، فتكون النتيجة بعض الحيوان ليس بحجر. بعض الحيوان ليس بإيه؟ بحجر. طيب برضك قولنا بعض
المصريين متعلم، لا واحد من الفرنسيين بمصري. النتيجة هتبقى زي اللي بد ليس بعض بعض ايه؟ بعض المتعلم ليس بمصري. بعض المتعلم ليس بمصري ولا بفرنسي؟ بفرنسي. بعض المتعلم ليس بفرنسي. يعني اجلس واكمل وانا جالس لاني فرغت من الشرح بالمثال. اللهم لك الحمد. يقول الشيخ رحمه الله بعد ذلك: وأن النتيجة في الضربين الأولين الإيجاب الجزئي، وفي الآخرين يعني الثالث والرابع السلب الجزئي، وفي الثالث السلب الكلي. بيقول هنا: ودليل إنتاج الشكل الثاني خصوص السلب الجزئي. ركز معي، أنا أريد أن أعرف إننا القياس الذي قمت بإجرائه من الشكل الثاني صحيح أم لا؟ ما الأمارة التي تدلني أن تكون النتيجة سالبة؟ أن تكون النتيجة إيه؟ سالبة. خلي بالك هنا السلب الإيه؟ الإيه؟ الجزئي. ارجع معايا للشكل التاني بسرعة. ارجع معايا للشكل التاني. فين الشكل التاني؟ صفحة كام الشكل التاني؟ صفحة الرابعة بعد المئة. بيقول إيه؟ فضيلة الشيخ وهو بيتكلم في الخامسة بعد المئة في أول سطر: فقد أنتج هذا الشكل السلب فقط كليا في الضربين الأولين وجزئيا في الآخرين. يبقى العبارة هنا اللي احنا بنذاكرها دي عبارة صحيحة ولا خاطئة؟ العبارة دي فيها خطأ، والمحقق ذكرها كما هي. يبقى الجزئي لو أنه لم يذكرها لكان إيه؟ يبقى لو قال دليل إنتاج الشكل الثاني خصوص السلب لأفاد خصوص السلب جزئيا أو كليا. فلعل الشيخ أملى أو كتب خصوص السلب الجزئي والكلي. خصوص السلب الجزئي والإيه؟ والكلي. يبقى أنت هنا زود والكلي، أضف ولا تحسب. ولكن الشيخ يعني اعتمد الإيجاز، فالأولى أنه يقول خصوص الإيه؟ السلب. والجزئي وهم من الإيه؟ من الناسخ، وهم من الايه؟
لكنها مثبتة في النسخ، لكنها مثبتة إيه؟ فهذا خطأ في العبارة، هذا خطأ في الإيه؟ في العبارة. إن كان من الشيخ لعله سهو أو زلة قلم، وإن كان من النساخ فهو سهو أيضا وزلة قلم. فنقول هنا خصوص السلب وفقط. فإن أردت أن أعبر وأقول الجزئي، يبقى خصوص السلب الجزئي والكلي. خصوص السلب الجزئي وليه؟ أي خصوص السلب كليا كان أو جزئيا. طيب، وإنتاج الثالث، أعرف أن الشكل الثالث أنتج معايا إيه؟ خصوص الجزئية سالبة أو موجبة. طب وإنتاج الرابع ما تقدم في المطولات. يعني عندما أقول دليل إنتاج الرابع ليس محله هنا في الموجزات والمختصرات، ولكن يطلب من الكتب التي التزمت التفصيل، التي التزمت التفصيل للإيجاز. يقول ثم قال فمنتج لأول أربعة كالثاني، ثم ثالث فستة، ورابع بخمسة قد أنتج، وغير ما ذكرته لم ينتج. إذا قال لك فمنتج لأول، يعني الشكل الأول ينتج أربعة أضرب، كالثاني أي وينتج الشكل الثاني أربعة، ثالث فستة أي وينتج الشكل الثالث ستة، ورابع بخمسة قد أنتج أي ينتج الشكل الرابع خمسة أضرب، وغير ما ذكرته لن ينتج أي وغير ما ذكر من الأضرب لا ينتج، يعني يكون عقيم. يكون إيه؟ عقيم. لا ينتج جزئية. عندي هنا إذا نظرت في الشكل في الضرب الثالث كليتان والكبرى موجبة، لا شيء من الإنسان بحير وكل ناطق ها إنسان، كل ناطق إنسان يا ولدي دخل الصور الكلي في المقدمة الثانية على إيه؟ على أحد الحدين، على أحد الإيه؟ الحدين، الحد الأكبر، فأنتج كلية سالبة، فأنتج إيه؟ كلية سالبة. يعني حتى الشراح في هذه المسألة قالوا التالي، استمع يا زين العباد. يقول وإن كان الحد الأصغر لم يدخل عليه السور في الضرب الثالث في الشكل الرابع، وإن كان الحد الأصغر لم يدخل، دون هذه العبارة حتى يستفيد منها الطلاب إذا ما سألوك بإذن الله وأنت تشرح. يعني أنا قلت إذا لم يدخل السور على الحد الأصغر تبقى إيه؟ تنتج جزئية، تنتج إيه؟ فهو لمح هذا الأمر وقال لماذا لم ينتج الضرب الثالث من الشكل الرابع جزئية؟ لماذا؟ فهنا بقول له وإن كان الحد الأصغر لم يدخل عليه السور
الكلي لكنه محمولا لكونه محمولا في الصغرى، لكنها لو عكست تنعكس كنفسها فيكون السور الكل قد دخل عليه. لكنها لو عكست تنعكس كنفسها فيكون السور الكل قد دخل عليه. قد دخل ايه؟ عليه. يلا اعكس لي كل ورد نبات، اعكس كل ورد نبات. بعض النبات ورد، كل نبات ورد، كل نبات ورد، كل نبات ايه؟ ورد. يبقى ايه ده؟ نبات. ها؟ بعض الورد العكس، الكلية الموجبة تنعكس. بعض الورد كل نبات. ايوه صح، كل نبات ايه؟ ورد. توي بعض الورد يبقى انعكست كايه؟ كنفسي. صح، فدخل السور على كل نبات ورد، هيبقى بعض النبات بعض النبات كل ورد نبات تبقى بعض النبات ورد. بعض النبات ايه؟ ورد. افادت نفس النتيجة ام لا؟ يبقى القضية انعكست كنفسها، فلم فيدخل السور ايه؟ عليها. فيدخل السور عليها. عندي هنا عندما تكلمنا على العكس، الكلية الموجبة تنعكس إلى جزئية موجبة. صح، فهنا انعكست كنفسها أدت نفس النتيجة، أدت نفس الإيه؟ كل ورد نبات، بعض النبات ورد، بعض النبات إيه؟ ورد. فيدخل السور على الحد الأصغر، فيدخل السور إيه؟ على حد ليه؟ الأصغر. فلذلك خرجت سالبة كلية، فلذلك خرجت سالبة ايه؟ يبقى علل لما يأتي. لماذا؟ ده سؤال الأمير. لماذا في الضرب الثالث من الشكل الرابع لم تخرج القضية جزئية مع أن السور لم يدخل على الحد الأصغر؟ أقول له لأن هذه القضية لو انعكست تنعكس كنفسها فيدخل السور عليها، من هنا خرجت بخسة واحدة لا بالخستين، فخرجت سالبة ولم تخرج جزئية. ولم تخرج ايه؟ جزئية. ان كان عندي كلية موجبة مع كلية ايه؟ سالبة. كلية موجبة مع كلية سالبة. طيب ده سؤالك يا زين العباد، وبارك الله فيك لقوة ملاحظتك وحسن تحصيلك. طيب يقول هنا، أقول هذا نتيجة ما تقدم من الشروط، يعني البتين دولة لخص فيه، لخص فيهما الأخضري رحمه الله ما تقدم، وهو ظاهر غني عن الشرح مش محتاج يتشرح، بس هنا بيستدرك ويقول غير أن المصنف لم يبين ما تركب منه هذه الضروب المنتجة. عايز يقول المصنف قال لي إن الشكل الأول بينتج منه 4 ضروب، صح، لكن هل المصنف شرح كل ضرب من الضروب 4؟ لا، بيقول المصنف لم يبين، أي لم يشرح ما تركب منه هذه
أو ما تركب منه هذه الضروب المنتجة. وكان الأولى به أن يشرح، وكان الأولى به أن يشرح. بيقول وقد بينتها في الشرح، أنا بينت لكم الكلام ده في الايه في في او في الاوراق او السطور الماضيه. وكنت وقد كنت نظمت ذلك بابيات. انا بقى الضروب المنتجه دي كلها نظمتها لكم في ابيات، يقول هكذا الدمنهور. فلنذكرها هنا، انا اقولها لكم هنا مع ان اعتمدت الايجاز. طب ايه العله التي جعلتك تخالف منهجك في الكتاب؟ قال لتسهل الإحاطة بحفظها. أنا من عدت التسهيل، وهذا أحد الشروط، وهذا أحد الإيه؟ خالفت الإيجاز مراعاة للتسهيل على الطالب. تمام؟ إن شاء الله. طيب، فكل متحفز، يعني كل طالب دلوقتي متحفز إنه يسمع إيه؟ يسمع الأبيات. لا، لن نتعرض للأبيات إلا إذا قمنا بحل الرموز التي في الأبيات. يعني نعمل إيه؟ هنقرأ قراءة كده ماشي، وبعد كده نشوف الرموز اللي هو حطها ونعرف إلى أي شيء تشير حتى نفهم ما يقول. يقول ومنتج من أول الأشكال، يبقى بيتكلم على الشكل الأول. إيه المنتج منه؟ أربعة خذها على التوالي، يعني أربعة على الترتيب، أول تاني ثالث رابع زي ما ذكرهم في الشرح. كل فكل منتج كلا، كل فكل منتج كلا. وإن خلي بالك يعني كلية موجبة مع كلية موجبة تنتج إيه؟ كلية موجبة. وإن يليه لا شيء فلا شيء قمن، أي كذلك. قمن يعني إيه؟ كذلك. يعني إيه؟ يعني قال لك لو جه بعد الكلية الموجبة كلية سالبة تنتج لا شيء، يعني تنتج كلية سالبة، تنتج كلية إيه؟ أهو. وإن يليه لا شيء فلا شيء قمن، أي وإن يليه كلية سلبية ها تنتج، تكون النتيجة إيه؟ كلية سلبية كذلك. طيب التاني بقى، الضرب الثالث، بعض فكل نتجه بعض ها، بعض إيه؟ فكل، يبقى لما يبقى عندي جزئية موجبة مع كلية موجبة تنتج جزئية موجبة. وما بعض فلا ينتج ليس فاعلم. مش فاهم، بيقول لي وما بعض فلا ينتج ليس فاعلم. يا ولد، وما بعض يعني لو عندي جزئية موجبة مع جزئية سالبة ينتج جزئية سالبة، ينتج ليس، ينتج ايه؟ يعني ينتج ليس بعض، ينتج ليس ايه؟ بعض. فاعلم، ده الشكل الاول خلص كده. والثاني ايضا اربع، ايوه الثاني ايضا ينتج اربع. كل فلا، يعني ايه كل فلا؟ ايه يا عم الله، ايه الحاجات دي؟ كل فلا لا شيء، فلا ايه؟ فلا كل قفي بليس فيها النج ليس فاقتفي. ده ايه ده؟ وانا في الاول ولا في الثاني؟ انا في الثاني، نزلت تحت خالص. والثاني ايضا اربع، كل فلا وعكسه نجهما لا فعقلا. يعني لما يبقى عندي كل وبعد كده ايه؟ مش عارف، ما انا مش عارف لا بتقول ايه.
طب كمل بقى يا استاذ عشان انت او يا عم الشيخ عشان خاطر انت كده لخبطتني. حاضر اسمع اللي بعد كده. بعض فلا وليس كل لهما ليس نفية فكن مستفهما وثالث ست وهي كل فكل بعض فكل عكسه بعض فقل كل فلا بعض فلا كل قفي بليس فيها النج ليس فاقتفي ورابع خمس وهي كل فكل كل فبعض بعض نج لا تحل لا كل لا والعكس ليس بعض لا ينتج ليس فافهما وحصلا. يا عم شوف هو بيقول لك انا يعني هذا الالغاز له حل. ايه هو؟ قال وقد اختصرت في بعض الابيات على لا من لا شيء وليس من ليس بعض واشرت للموجبه الكليه بكل وللجزئيه ببعض ومن فهم ما قدمته من الشرح فهم معنى هذه الأبيات وبفهمك لا نقف هنا كده. أيوة نقف عند وبفهمك دي. يبقى أنا دلوقتي لما أجي أقرأ الكلام بتاعه أول ما الاقي إذا وجدت بعض أعرف أنه يتكلم عن الموجبة الجزئية وإن وجدته يقول كل فهو يتكلم عن الموجبة الكلية وإن وجدته يقول لا شيء أو يقول لا فهو يتكلم عن السالبة الكلية وإن وجدته يقول ليس فهو يتكلم عن إيه؟ عن الجزئية السالبة أو السالبة الجزئية. خلاص تعال نفهم مع بعض. احنا فهمنا مع بعضنا الشكل الاول صح كده. نبدا من الاول والثاني اللي هو السطر الرابع من الابيات والثاني ايضا اربع اي ينتج اربع كل فلا يعني كليه موجبه مع جزئيه ايه سالبه وعكسه نجهما لا يعني كليه سالبه مع كليه موجبه فاعقلا يعني الكلية الموجبة. ما هو بيقول هنا هم كل لا أربعة كل فلا كلية موجبة مع كلية سالبة تنتج كلية سالبة تنتج ايه؟ طب والعكس كلية سالبة مع كلية موجبة تنتج ايضا ايه؟ لا يعني تنتج لا شيء يعني تنتج كلية ايه؟ سالبة. فاعقلا اعقل عني بقى الايه البيت ده هكذا يقول. يقول بعض فلا يعني جزئية موجبة فلا يعني لا شيء مع كلية سالبة وليس يبقى ايه جزئية ايه جزئية سالبة كل كل لهما ليس نتيجة فكن مستفهما يعني لما الاقي بعض يعني كلية موجبة مع لا جزئية موجبة مع كلية سالبة تبقى النتيجة جزئية سالبة ليس نتيجة تبقى النتيجة جزئية ايه سالبة ولما الاقي ليس يعني جزئية سالبة مع كلية موجبة تكون النتيجة ايه جزئية ايه سالبة فكن مستفهما وثالث الشكل الثالث. يبقى هنا هو لخص الكلام فعلا وثالث ست أي ينتج ستة أضرب وهي هيقولك كل فكل كلية موجبة مع كلية موجبة بعض فكل جزئية موجبة مع كلية موجبة عكسه بعض فقل
يعني عكسه بعض. ها عايزين نرجع، نحن بنتكلم في الضرب الثالث، نحن لسه ما عدناش. الضرب الثالث موجبتان، ها والصغرى كلية، موجبتان والصغرى ايه اهو كلية، عكسه بعض. فقل كل فلا. يبقى الضرب الثالث عندي موجبتان والصغرى كلية، يعني كلية موجبة مع جزئية ايه؟ لا، كلية موجبة مع جزئية موجبة مع جزئية ايه؟ ما هو بص تعالى معايا، الضرب وثالث ست وهي كل فكل، يبقى ده الضرب الاول، كليتان موجبتان صح. طيب الضرب الثاني فين بقى؟ بعض فكل، بعض فكل ده الضرب الثاني، موجبتان والكبرى كلية، والكبرى ايه كلية، ده الضرب الثاني اهو، عكسه بعض فقل كل فلا. يعني ايه كل فلا؟ كل فلا يعني ايه كل فلا؟ الضرب الرابع يبقى ايه؟ كلية موجبة فلا يعني كلية ايه سالبة. طيب بعد كده الضرب الخامس يقول بعض فلا يبقى صغرى موجبة جزئية وكبرى سالبة كلية. برافو. كل قفي اي اتبع بليس فيها النج، ليس فاقتفي، عايز يقول لك ان الرابع النتيجة سالبة، وهتبقى بعض الحيوان ليس بايه بحجر، والخامس النتيجة برضك هتبقى ايه سالبة، والثالث النتيجة هتبقى سالبة، ويعني الرابع والخامس والسادس كلها هتبقى سالبة ايه جزئية. فهنا بيقول وثالث ست وهي كل فكل، بعض فكل، عكسه بعض فقل، كل فلا، بعض فلا، كل قفي بليس فيها النج. يبقى هنا هو عايز يقول لك ان النتيجة التي للأضرب الرابع والخامس والسادس تكون كل قفي، يعني بينتهي بايه؟ ها بليس، يعني نتيجته بليس، يعني ليس بعض، يعني سالبة جزئية، لانه قال لك فيها النج، ليس فيها النج ايه؟ ليس فاقتفي اي فاتبع. ورابع كده الضرب الرابع، الضرب الرابع يقول لك ايه؟ خمس وهي كل فكل، كلية موجبة مع كلية موجبة، كل فبعض، كلية موجبة مع جزئية موجبة. ده بينتج ايه؟ قال لك الضرب الاول والتاني عنده بينتجوا موجبة جزئية، لذلك قال لك بعض نتج بعض ايه، اي الاول والثاني ينتجوا ها جزئية موجبة. لا تحل لا كل، لا ايه كل، الضرب الثاني موجبتان والصغرى كلية، ورابع خمس وهي كل فكل، كل فبعض، بعض نتاج. فاحنا قلنا كل فكل كليتان. طيب بعد كده بيقول لك موجبتان والصغرى كلية، اللي هو الضرب الثاني اللي هو ايه كل فبعض، كل فايه فبعض، وقال النتيجة فيها موجبة جزئية، قال بعض نتاج
بعض ايه نتج. طيب خلصنا الضرب الثاني. الضرب الثالث المفروض ان هو ايه؟ كليتان والكبرى موجبة، يبقى الصغرى كلية سالبة. عشان كده قال لك ايه؟ لا كل. قال ايه؟ لا كل. لا كل يعني لا شيء يعني كلية سالبة، وكل يعني كلية موجبة. طيب اللي هو ده الضرب الايه؟ الرابع. طب بينتج ايه عندي؟ ينتج ليس، صح؟ لا كل، لا والعكس وليس، يبقى بينتج جزئية ايه؟ الضرب الرابع بينتج جزئية سالبة. بعض لا، بعض لا يعني لما تبقى جزئية موجبة في الصغرى والكبرى لا شيء يعني سالبة كلية كبرى، بينتج ليس بعض، بينتج ليس يعني بينتج سالبة جزئية، بينتج سالبة ايه؟ جزئية. فافهما وحصلا يعني افهم الابيات دي كويس وحصلها كويس واحفظها حتى تستطيع ان تحوز الاشكال الاربعة بالاضرب المختلفة في سهولة ويسر، في سهولة ايه؟ ويسر. طبعا وانا قرأت لكم الثلاث سطور اللي تحت عشان نقدر نفهم الابيات. يقول وبفهمك الضروب المنتجة من الاشكال الاربعة تفهم ان ما عداها من الضروب التي تصور في شكل في كل شكل عقيم. عايز يقول لك الضروب الضروب التي ذكرت هي الضروب المنتجة، وما عداها من الضروب فهي ضروب عقيمة. ضروب ايه؟ عقيمة. من يكمل يا شباب؟ يقول وقد وضعوا لذلك جدولا في المطولات. وضعوا لذلك ايه؟ جدولا في المطولات، يعني في المطولات في الكتب التي اعتنت بالتفصيل والتطويل والبسط في الشرح، وضعت جدول للضروب العقيمة يعرف منه العقيم من المنتج من غيره، يعني من الايه؟ من المنتج. وقلنا ان العقيم غير المنتج، غير الايه؟ واللبيب يقدر على استخراج ذلك الجدول من فهمه ما تقدم. يعني الطالب الذكي هو الذي يجلس مع نفسه بعد أن ذاكر وحصل ويضع الضروب لكل شكل المنتجة ويتخيل الضروب غير المنتجة من خلال مخالفة الشروط واختلال شرط من الشرطين في أي شكل من الأشكال. ماشي؟ وبهذا قال الشيخ والله أعلم، ونحن نقول كما قال هذا والله أعلى وأعلم. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر منا العيوب واجعلنا من أتباع نبيك يا علام الغيوب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اكتب لنا الخير، اللهم واشف مريضنا وارحم ميتنا، اللهم واشف مريضنا وارحم ميتنا، اللهم واشف مريضنا وارحم ميتنا، واجعلنا من أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا تحتجب عنا يوم الدين، وأرنا وجهك يوم الدين، واسقنا شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اسقنا من يدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اجعلنا نحشر يوم القيامة من أحبابه، ولا تجعلنا ممن يقول لهم سحقا سحقا بعدا بعدا فقد بدلتم وغيرتم. اللهم اجعلنا تحت لوائه يوم الدين، اللهم اجعلنا تحت لوائه يوم الدين، اللهم اجعلنا تحت لوائه يوم الدين، وادخلنا مدخله، واوردنا حوضه،
واسقنا من يديه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا آمين. والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه.